بسم الله الرحمن الرحيم، متتبعي قناة عالم الصيدلة، مرحبا بكم من جديد في دواء جديد. هذه المرة واحد دواء سميتو سورغام دوسون كومبريمي، هو عبارة عن أقراص. المادة ديالو هي أسيتيابروفينيك. هذا الدواء كيتعطى للناس الكبار اللي عندهم ألم ديال الأسنان، الناس اللي كتعاني من ألم الأسنان عليها بسورغام دوسون، لأن هذه المادة الموجود فيها الدواء يعني أسيتيابروفينيك مختصة بزاف ألم ديال الأنف والأذن والحنجرة، يعني اللويرين. هذه المادة مختصة في ألم ديال الأنف والأذن والحنجرة، لهذا الناس اللي كتعاني بالألم أنا كنصحهم بسورغام دو سون كومبريمي. شكرا على تتبعكم وإلى اللقاء.